الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المبعثين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة منه وبركات. هذا اليوم هو يوم شهادة الإمام السادس من أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم إلى صاحب العصر والزمان بأحر التعازي، وإلى مراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإليكم أيها الأحبة أيها الموالون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على خطى هذا الإمام العظيم. الإمام الصادق هو ابن الإمام الباقر عليه السلام، ولد في المدينة المنورة في 17 من شهر ربيع الأول من سنة 83 من الهجرة، وقد عاصر جده الإمام زين العابدين 12 عاما، وقيل 15 عاما بحسب الولادة، وعاش مع أبيه الإمام الباقر عليه السلام 19 سنة، ثم عاش من بعد أبيه 34 عاما، وهو الإمام الذي عمر أكثر من أي إمام آخر من أئمة أهل البيت، إذ عاش 67 عاما. هذا الإمام العظيم كان بركة على الأمة الإسلامية، حيث أنه عاش في عهد الأمويين 49 عاما، وعاش بقية عمره في دولة العباسيين. ولذلك كان هناك فرصة حينما اشتغل العباسيون بحرب الأمويين، فكان الإمام عليه السلام في فسحة، حيث استطاع هو وأبوه الإمام الباقر أن يؤسس أعظم جامعة في تاريخ الإسلام، حيث أنه تربى في هذه المدرسة 4000 من كبار العلماء. الإمام الصادق عليه السلام أمه فاطمة أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهي زوجة الإمام الباقر عليه السلام، وكانت امرأة جليلة وامرأة عظيمة. وعاش الإمام عليه السلام في بيت كان ملؤه الأحزان، حيث عاصر جده الإمام زين العابدين الذي قضى حياته في البكاء على أبيه الإمام الحسين وعلى شهداء كربلاء. وبعد ذلك شاهد ما فعله الأمويون بعمه زيد بن علي بن الحسين ويحيى وفلان وفلان من هؤلاء الثائرون على خطى الإمام الحسين من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لقد عاصر الحكم الأموي وشاهد ما فعله الأمويون من ظلم ومن اضطهاد، حيث أن الفساد عم جميع الدولة الإسلامية وعم أهل الوبر والحضر، وقد دخل ظلم الأمويين إلى كل بيت من بيوت المسلمين. ويكفي أن التاريخ يحدثنا أن أسامة بن زيد الذي كان وكيلا لأحد الخلفاء الأمويين وجاء من مصر وجاء بالضرائب، وقال له: لقد جلبت كل ما عند هؤلاء من أموال، فلو نظرت إلى هؤلاء وجعلت هذه الضرائب في عمارة بلادهم. فقال له: ويحك، أحلب الدر فإن لم يبقى فيه فعليك بالدم، يعني هذا الضرع الذي يحلب احلبه
إذا انتهى الحليب فعليك بالدم، يعني لا تبقي لهؤلاء شيء. ولذلك ما فعله الأمويون من ظلم لا يمكن أن نشاهد له مثيل في التاريخ إلا في عهد العباسيين. هؤلاء جعلوا الضرائب حتى على الرهبان، فأخذوا الضرائب من الرهبان، وهذه أول ضريبة تؤخذ بالإسلام ظلما، لأن الرهبان معفوون من الضرائب. ثم أنهم كانوا يأخذون حتى على الزواج، واحد بده يتزوج يأخذون ضريبة على الزواج، ويأخذون ضريبة على كل شيء، فما أبقوا شيء، حتى أنهم أرجعوا الضرائب الساسانية التي كان يدفعها الحكام والأمراء إلى الملوك، وهي أنه ضريبة النوروز، أرجعها معاوية، وأخذوا يأخذون هذه الضرائب، بحيث أنه كانوا يستغلون الناس ويأخذون الأموال، حتى أن والي خراسان هذا الرجل جمع 20 مليون درهم، فقال في يوم من الأيام لكاتبه: إني لا أدري كيف يأتيني النوم وقد جمعت هذه الأموال. قال: وكم جمعت من الأموال؟ قال: إني نظرت إلى 100 سنة في كل يوم أصرف 100 درهم ولا أحتاج إلى حشم ولا إلى أنعام ولا إلى أي شيء آخر. يعني هذا الرجل عنده من الأموال ومن الأنعام ما لا يعد ولا يحصى، وقد جعل لنفسه في كل يوم 1000 درهم. يعني كان الخروف يشترى 4 دراهم. فانظر إلى هذا المبلغ الهائل الذي جمعه هذا الرجل. فقال له كاتبه: أنت لا تأسف على عدم نومك اليوم، ولكن أسف إذا ذهب منك هذا المال، كيف يمكن لك النوم؟ وقد أصبح هذا الوالي فيما بعد فقير، إلى أن باع فضة مصحفه، كانوا المصاحف يفتخروا فيها، يجعلوا له غلاف من الفضة، غلاف من ذهب إلى آخره. كيف يعني؟ مثلا افترض اليوم السيارات، هذه السيارات يجعلون لها الأطر مثل الأمراء في الخليج الفارسي، هؤلاء من آل سعود، حتى هذه الدواليب الإطارات تبعها جعلوها من الذهب. فهؤلاء كانوا في ذلك الزمن يجعلون الغلاف وزينة المصاحف من الفضة. هذا الرجل باع الفضة لها وفضة مصحفه، وكان يظهر عليه الفقر والمدقع، بحيث أنه رجع إلى العدم وأصبح فقيرا من الفقراء. فرآه مالك بن دينار فقال له: أين المال الذي كنت تتحدث عنه؟ فقال: هلك كل شيء إلا وجهه الكريم. هذه الأموال التي كان يتغنى بها كلها ذهبت، لأنها طبعا أموال حرام، وأموال من الظلم، وأموال من الاتهاد. هذا ما فعله الأمويون. ولذلك نجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا خير معين للناس، وخاصة في هذه الظروف الحرجة، في هذه الأيام العصيبة من الحكم الأموي والحكم العباسي. طبعا نحن مهما أردنا أن نتحدث عن عظمة الإمام الصادق عليه السلام، لا نستطيع أن نستوفي حياة الإمام بهذه العجالة، ولكن لابد أن أدلو بدلوي وأتبارك من سيرة هذا الإمام العظيم، وأتحدث عن بعض أبعاد شخصية الإمام الصادق عليه السلام. السؤال هنا: كيف ولماذا كانت المذاهب 4؟ سؤال ينبغي أن يطرح نفسه على أذهان المسلمين في كل عصر. ما هي الأسباب التي جعلت المذاهب 4؟ لماذا لم تكن 5؟ لماذا لم تكن 10؟ لماذا لم تكن 2؟ لماذا لم تكن 3؟ فلماذا كانت 4؟ وهل هناك ارتباط بين المذاهب 4 والأناجيل 4؟ لماذا هذا العدد؟ مع أننا نحن إذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي نجد أن المذاهب الإسلامية
تفوق على 50 مذهب، وبعض أئمة المذاهب التي ذهبت واندحرت وخفيت هو أعلم وأقوى من أئمة المذاهب الأربعة التي كتب لها الحياة. مثلا من هذه المذاهب مذهب عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة 101، مذهب الشعبي، مذهب الحسن البصري، مذهب الأعمش، مذهب الأوزاعي، مذهب سفيان الثوري، مذهب الليث، إسحاق، أبي ثور، داود الظاهري، محمد بن جرير الطبري، هؤلاء من كبار الأئمة. محمد بن جرير الطبري له التفسير وله التاريخ وله في الحديث، هو من كبار الأئمة وكبار العلماء، وهذه آثاره لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. فلماذا هؤلاء اندثرت مذاهبهم وبقيت المذاهب الأربعة؟ هنا السؤال. السبب في بقاء هذه المذاهب الأربعة أن أحد الخلفاء العباسيين أخذ مبلغا من المال لكي ينشر هذه المذاهب ويدعها تستمر في المجتمع، فأخذ أموال من هذه المذاهب، أمة المذاهب الأربع، فلذلك كتب لها البقاء وأصبحت مؤمنة من قبل الدولة. ولذلك كان القضاة الذين يقضون في هذه الحكومات كلهم من المذاهب الأربع، ولذلك كتب لهذه المذاهب البقاء، لأن الحاكم هو الذي أيد هذه المذاهب، فحينما أيدها وكان القضاة منها استمرت. وأما المذاهب الأخرى فليس لها قضاة وليس لها حماة ولم يحكم بها الحكام، فلذلك اندثرت وذهبت. وهنا يأتي سؤال آخر، لماذا كتب لمذهب الإمام الصادق ولمذهب أهل البيت عليهم السلام البقاء، مع أنه كل الحكومات التي جاءت حاربت مذهب أهل البيت من أول يوم توفى فيه رسول الله، وبعده لم يغادر هذه الحياة، وطلب من المسلمين أن يأتوه بقرطاس وقلم ليخط لهم وصيته أو كتابه الذي لا يتضل هذه الأمة من بعده، آتوني بدوات وقرطاس أخط لكم كتابا لن تضلوا من بعدي. فقال الخليفة الثاني دعوه فإنه يهجر، هذا موجود في صحيح البخاري في كل الصحاح، وهي أظهر من الشمس وأبين من الأمس. ولذلك ابن عباس كان يبكي ويقول رزية يوم الخميس، وما أدراك ما رزية يوم الخميس، حينما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته أن يأتوه بقرطاس ليخط وصيته التي لا تضل الأمة من بعدها، وكان يبكي وتنهدر دموعه على لحيته من شدة تأسفه ليوم الرزية وهو يوم الخميس. وهذا ما يجب على كل مسلم أن يفحص عن هذه الرزية، أن يفكر في هذه الرزية، أن يفكر في هذه المصيبة، أن كل الأمم وكل إنسان يحق له أن يكتب وصيته إلا محمد بن عبد الله، فقد منعوه من كتابة وصيته. أي مصدق الإنسان، ما شاء أن أحد منع من الوصية إلا محمد بن عبد الله. اتهموه بالجنون، دعوه فإنه يهجر، يعني عم يهزي، نعوذ بالله. الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأما هذا الرجل فيقول دعوه فإنه يهجر. على كل حال، الذي كتب لهذا المذهب له الحياة والبقاء هو أن هذا المذهب غرسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل المسلمين رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزلت سورة البينة وبين هذه الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال
أنت يا علي وشيعتك خير البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك لا يوجد مذهب من هذه المذاهب غرسه رسول الله إلا مذهب أهل البيت ومذهب الشيعة الذي بإجماع المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت يا علي وشيعتك خير البرية. فإذا من اليوم الأول الحكام حاربوا علي وحاربوا شيعة علي، ولأن رسول الله غرس هذا المذهب وهو الفرقة الناجية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال في دعائه لعلي يوم تنصيبه على المسلمين اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالبقاء لهذا المذهب، فلذلك كتبت له الحياة، لأنه المذهب الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسقاه أئمة أهل البيت بدمائهم الطاهرة عبر هذا التاريخ، ولذلك بقي هذا المذهب حيا حتى يومنا هذا. ومن هنا تجد أن المذهب الذي له حياة ورونق في هذا العصر هو مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. انظر إلى واقع المسلمين، انظر إلى العزة التي عليها مذهب أهل البيت، وانظر إلى العمالة وإلى الخزي وإلى الذل الذي عليها الآخرون. هذه وقائع، هذا واقع ما نشاهده اليوم بأم أعيننا. فيجب على كل إنسان مسلم، والله ليس لي غرض أن أطعن بأحد أو أن أطعن بالمذاهب، ولكن هذا الواقع يجب على كل مسلم أن يفكر ما هو السبب في عزة هؤلاء وفي ذل هؤلاء. إلى أسباب هذه، لا يمكن أن تأتي من العدم. هذه الكثرة وهذه الأموال وهذه الثروات نجدها لا شيء، كلها في العمالة وكلها في الذل وكلها في الانحطاط، ولا نجد أحد يقف ويقول اليوم لا إلا أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أتباع مدرسة الإمام الصادق، أتباع مدرسة الأئمة الاثنى عشر الذي عينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم وأسماء أمهاتهم قبل أن يغادر هذه الحياة الدنيا. فلذلك الإمام الصادق عليه السلام هو الذي أسس هذه الجامعة، هو وأبوه، وكان لهم اليد الطولة، لأن الأمويين والعباسيين كانوا مشغولين في الحروب، ولذلك غض النظر عن أمة البيت أهل البيت، فكان لهم هذه الفرصة وهذه السنحة أن يبعثوا ويبثوا العلم في هذا المجتمع ويحيوا الإسلام بهذه العلوم التي بثوها من خلال 4000 تلميذ للإمام الصادق عليه السلام. الآن أريد أن أتحدث عن بعض كلمات الإمام وعن بعض مكارم أخلاق الإمام عليه السلام وعن بعض معاجز الإمام بهذا الوقت القصير بحسب ما يسمح لي الوقت. الإمام عليه السلام من مكارم أخلاقه أنه دخل في يوم من الأيام إلى داره فوجد خادمة وهي على السلم وتحمل طفلا له، مربي بتربي طفل من أطفال الإمام، وكان الإمام قد تقدم إليهم بأن لا يصعد أحد إلى السطح. هذه الخادمة حامل طفل صعد على السلم، بدأت تصعد إلى السطح، حينما رأت الإمام ارتعبت وخافت ووقع من بين يديها الطفل، وإذا بهذا الطفل يموت. الإمام عليه السلام تغير لونه، لم يتغير لونه لموت طفله، وإنما تغير لونه لأنه أدخل الخوف والربع على قلب هذه الجارية، فقال لها لا تخافي واطمئني وأنت حر لوجه الله، فأعتقها
وحررها ولم يأسف على ولده كما أسف على أنه أدخل الرعب على قلب هذه الفتاة. الإمام عليه السلام كان يعيش حياة طبيعية كسائر الناس، ولذلك كان يعمل في بستان الله، فدخل عليه أبو عمرو الشيباني ورآه في وضح النهار وهو يحمل في يده مسحات ويشتغل في هذا الحائط وفي هذا البستان، فقال له: أنا أكفيك يا ابن رسول الله، يعني أنا بقوم بهذا العمل. فقال: لا، أنا أقوم بنفسي، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده يعرق في سبيله. فالإمام عليه السلام أراد أن يعطي درس، لأنه هو يعمل، وهذا العمل هو رأس مال لكل إنسان، وينبغي أن يكون الإنسان عاملا وأن يكون محترفا. إن الله يحب العبد المحترف، لا العبد الكسلان والعبد الذي لا يقوم بأي عمل. الإمام عليه السلام والأئمة كلهم كانت في حياتهم كلها دروس وعبر. كان الإمام عليه السلام يقول لأصحابه أنه: أي خادم أو أجير استأجرتم فعاملوه، يعني دائما وأبدا قاعدة عامة، إذا أردت أن تستأجر إنسان عليك أن تشترط عليه السعر. يعني هلأ نحن في كثير من الإخوان يقول لك: هذه مش بيناتنا، خليها بعدين نحكي فيها، هذه أنت لا تقبل بها، بل يجب عليك أن تعين الأجرة والسعر، لأنك فيما بعد إذا ما عينتها مهما أعطيته يرى أنه بعد يستحق. أما إذا عينت الأجرة فإذا زدت عليه شيء يرى أنه فيه بركة. فمن هنا الأئمة عليه السلام علمونا هذا الدرس. ثم أن الإمام عليه السلام بعد أن اشتغل هؤلاء الغلمان في حائطه قال لمعتب وهو غلامه، يعني كان أحد موالي الإمام عليه السلام، قال له: أعطهم أجرهم قبل أن يجف عرقهم. في ناس أنا رأيت وما أكثر هؤلاء، يعني بتيجي بتشتغل للإنسان شغلي بتشوفه أنه يماطل فيك شهر وشهرين وسنة وسنتين، وبعدين بصير ينقص فيهم، هذا عمل حرام لا يجوز، بل يجب عليك أن تعطي للعامل أجره قبل أن يجف عرقه، بمجرد أن ينتهي من عمله عليك أن تدفع له الأجرة. هكذا علمنا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام عليه السلام يعني قضايا كثيرة، مهما أردت أن أتحدث لا يكفي الوقت لبيان أخلاق الإمام وعظمة الإمام عليه السلام. هذا أبو بصير من كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام، وخاصة الإمام الصادق. هذا الرجل كان له جار، وهذا الجار كان يعمل للحكام، يعني موظف في حكومة هؤلاء الحكام الظالمين، وكان هذا الرجل يأتي بالأموال الطائلة وينفقها على الغواني والجواري وعلى الطرب وعلى الكيف وعلى البسط، مثل حكام العرب اليوم، كيف نفس السيف تماما، ما عندهم شيء إلا الكيف والبسط. ولذلك نشوف اليوم الشعوب العربية كلها هبت على هؤلاء الحكام الجالسين على العروش، مش عقد واثنين وثلاثة، أربع عقود. شوف هذا القذافي 42 عام جالس على صدور الليبيين، وهذا الرجل قام شعبه بأسره، وبعد ما ترك 25,000 قتيل وشهيد حتى اليوم، 50,000 جريح، وبعد ما سلم ولن يستسلم. هلا بيجي لاي عسرائيل عليه السلام بيقول له انزل، بيقول له ما بنزل، إلا بقلي وعد والبلاد. هودي جماعة يعني بيفكروا إذا بينتصروا بالأجانب أنهم سوف ينتصرون على شعوبهم، وهذا الجهل والحماقة. إن هودي مش عم بيحاربوا شعب، عم بيحاربوا الله، لأنه هذا الشعب هم عبيد الله، وإرادة الله تتمثل في هذا الشعب. ما في شعب بأسره بيقوم على شيء وبكون على باطل أبدا،
شعب ما بده اياك. فلماذا انت لا تتنحى عن هذه الكرسي؟ مثل هذا علي صالح اليمن، هذا المفسد اليمني، الله حرقه وما اعتبر ورجع انقبر ورجع الى اليمن ليخوض في دماء هذا الشعب اللي هو افقر شعوب العالم. بالله عليكم، هل رايتم يمنيا في هذه المظاهرات عليه ثياب جديده؟ ابدا، كلها ثياب رث، كلها ثياب الفقر وعلامات الفقر. طيب هذا 32 عام جالس بياكل باموال هذا الشعب الفقير وما بده يتركه حتى ينهي الشعب قبل ان ينتهي هو. هودي الحكام العرب، هودي من هم؟ هودي اللي روجوا المذاهب، هيدي المذاهب تروجت على يد هؤلاء، يعني هودي مش اصلح من اللي كانوا قبله، اللي ذهب الى الكعبة وجلس عليها واخذ يشرب الخمر خليفة المسلمين، هذا الذي ارسل جاريته وكانت جنب وصلت بالمسلمين. بالله عليك، شو بده يكون من خليفة هذا؟ على كل حال، أبو بصير جاء إلى هذا الجار اللي هو من أعوان الحكام، قال له يا هذا الله سبحانه وتعالى حرم هذه المسائل، أخذ يعظه فلا يستمع له، إلى أن ألح عليه في المأخير، قال له يا هذا أنا مصاب وأنت إنسان صحيح، يعني أنت مش مبتلى، أنا مبتلى، فأرجو أن تذكرني عند صاحبك، يعني عند الإمام الصادق عليه السلام. هذا الرجل حينما ذهب للحج مر على الإمام الصادق وقال له يا ابن رسول الله، إن لي جار وهذا الجار هذا شأنه، فقال اذكرني عند صاحبك. قال له الإمام عليه السلام إذا رجعت فسوف يأتيك، فقل له إن جعفر بن محمد الصادق يقول لك أترك كل ما أنت عليه وأنا أضمن لك الجنة. فرجع أبو بصير وجاء هذا الرجل لزيارته حينما رجع من الحج، وصل إلى الكوفة فجاء لزيارته، فتركه حتى ذهب الناس وانفرد به وقال لقد ذكرتك للإمام فهو يهديك السلام ويقول لك أنك إذا تركت هذه الأمور فهو يضمن لك الجنة. فقال بالله عليك هو قال لك ذلك؟ قال له نعم. فقام هذا الرجل وذهب وأخذ يرجع الأموال إلى أصحابها وأخذ يتخلى عن كل شيء في بيته، إلى أن دعا أبو بصير في يوم من الأيام، فجاء أبو بصير وطرق عليه الباب فأجابه من خلف الباب وقال لقد خرجت من كل شيء حتى من لباسي، أنا عاري، يعني ما عندي شيء بعد، أنا عاري. فذهب أبو بصير وجمع له من أصحابه وجاء له باللباس وجاء له بالطعام، وبعد فترة وإذا بهذا الرجل يدعو أبو بصير لأنه حضره الموت. فجاء أبو بصير وجلس إليه فغاب عن وعيه ثم أفاق وقال له يا أبو بصير لقد وفى لي صاحبك، يعني هذا الإنسان بس يحتضر يوصل إلى حال أنه يكشف له الغطاء، كل واحد رح يصلى، أني وإنت كل واحد رح يصلى، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه آخر مرحلة من مراحل الدنيا، حينما يرفع القلم خلاص، بعد ما في توبة ما في رجعة، عند ذلك يكشف الغطاء للإنسان ويرى ملائكة الموت بحسب أعماله، إذا كان أعماله صالحة يشوفهم بزين جميل، إذا كانت أعماله غير صالحة يراهم بشكل مفزع، ويرى أمير المؤمنين ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كشف له الغطاء ورأى مكانه في الجنة، وأن الإمام عليه السلام وفى له بما وعده، ثم هذا الرجل توفى فذهبوا ودفنوه. يقول في العام الثاني ذهبت إلى زيارة الإمام، وما أن وضعت رجلي في داخل داره حتى صاح من الداخل وقال يا أبا بصير، قبل ما شوفني يا أبا بصير
لقد وفينا لصاحبك. من هذه القصة أيها الأخوة والأخوات نفهم لأن الإمام عليه السلام دائما هو رحمة للناس وهو الهادي، ولا بد للناس من هادي في كل زمان وكل مكان. عن داود بن كثير الرقي قال له الصادق عليه السلام يوم دخل على الإمام الصادق داود الرقي فقال له: يا داود، لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس، فأعجبني ما وصلت به رحمك من ابن عمك. هذا رجل دخل على الإمام عليه السلام، والإمام قبل ما يتكلم هذا الرجل أخبره بما عرض على الإمام من أعمال هذا الرجل. هلا بدك تقول لي كيف الإمام يعني تعرض عليه أعمالنا؟ نعم، بأي دليل؟ بدليل القرآن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم صل على محمد. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني هذا الخطاب القرآني ليس خاص بعصر رسول الله، لأن القرآن لم ينزل على صدر الأول من الإسلام، إنما هو لكل المسلمين ولكل زمان ومكان. قل اعملوا، الله عم يخاطبنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الله بيشوف أعمالكم، ورسوله، ورسول كمان بيشوف أعمالكم. طيب الرسول توفى، كيف يشوف أعمالنا؟ طبعا بعالم البرزخ كل أعمالنا يراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرض أعمالنا على رسول الله كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة بحسب أعمال الإنسان. وهذا الإمام يقول أنه عرضت علي أعمالكم فوجدت أنك وصلت ابن عمك وهذا ما سرني. طيب كيف الإمام تعرض عليه الأعمال؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من إن المؤمنون؟ المؤمنون مش أنا وإنت، لأنه نحن ما بنعرف، أنا ما بعرف أعمالك وإنت ما بتعرف أعمالي، ما في إنسان بيعرف أعمال التاني، ما في إلا هؤلاء القدوة اللي الله سبحانه وتعالى جعلهم حججا على خلقه، هؤلاء الذين هم المؤمنون الذين يرون الأعمال وتعرض عليهم الأعمال. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، الإمام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه تعرض عليه أعمالنا دائما. ولذلك هيدي دائما بحب وجهكم لهالنبتة هيدي، كثير منا يصاب بالكآبة والحزن بدون سبب. إنسان بيصير متشائم، بيصير حزين، بيصير كئيب، ما بيعرف شو الأسباب. مال عنده، زوجة عنده، أولاد عنده، كل شيء عنده، فلماذا يصاب بالكآبة والحزن؟ هل هو ما بيعرف شو السر؟ السر هو هذا، أنه ربما يكون هذا الإنسان عمل سوء، فعند ذلك أوجع قلب الإمام، فحينما يتوجع قلب الإمام يصل هذا الحزن من قلبه إلى قلوبنا، لأن قلب العالم هو الإمام عجل الله تعالى. هذا الرجل طبعا الإمام عليه السلام ما حكى له هو، إنما الإمام هو عم يحكي له. شو كانت القصة؟ القصة هي هذه، أن هذا الرجل كان له ابن عم، وهذا ابن العم خبيث، يعني إنسان غير متدين وغير ملتزم وغير موالي، ولكنه كان فقير. فقبل أن يأتي داود الرقي إلى الحج جعل مصرفا لعائلة ابن عمه، وصل رحمه وأعطاه نفقة، فلذلك أطال الله عمره وقصر عمر هذا ابن العم. يقول الإمام عليه السلام إنه الله سبحانه وتعالى طول عمرك لبرك لابن عمك ووصلك رحمك، والله سبحانه وتعالى رح يقصر عمره لأنه إنسان غير محسن وغير مؤمن. فمعنى هذا أن الأعمال كلها تعرض على الإمام عليه السلام. يعني الإمام عليه السلام أيضا، حتى تعرفوا أنه كيف الأئمة عليهم السلام بيعرفوا كل الأعمال، يوجد أحد الأشخاص
وله أخ، هذا الأخ جارودي يعني أحد الأئمة الضلال، هو تابع له. فقال له الإمام عليه السلام أنه كيف أخوك الجارودي؟ قال ابن رسول الله هو بخير، وزلمي مشي أوضاعه عند الحكام وكل أوضاعه منيحة، وحاولت أنه أهديه، فقال أنه يحتاط. شوفوا، قال أنه هو يحتاط لحتى ما يصير موالي لأهل البيت عليهم السلام. فقال له أين كان احتياطه ليلة نهر بلخ؟ هلا هذا الرجل ما بيعرف شيء، فذهب إلى أخيه وقال له إني ذكرتك عند الإمام الصادق وقلت له أن هذا لا يواليكم احتياطا. فقال أين كان احتياطه ليلة نهر بلخ؟ ما هي قصة نهر بلخ؟ قال أشهد أنه حجة الله، إذا ما حدا نعرف. قالوا شو القصة؟ قالوا القصة هي التالي: كنت أنا ورجل في سفر ووصلنا إلى نهر بلخ، وكان هذا الرجل معه جارية وصيفة، يعني معه أمة وجارية بنت وكانت جميلة. فهذا الرجل قال إما أن تحرس هذا المتاع وتحرس هذه الجارية وأنا أذهب وأتي بالنار، أو أنت تذهب وتأتي بالنار. فقال لا أنا أحرس. فذهب صاحبها ليأتي بالنار، فهذا الرجل بمجرد أن ذهب صاحبه قام إلى هذه الفتاة وافترسها، فما علم لا هي قالت شيء ولا أحد من العالمين علم بهذه الحادثة. فالإمام عليه السلام ذكره إذا أنت عندك هذا الورع وهذا الاحتياط، كيف زنيت بهذه الفتاة وخنت الأمانة؟ هذا الرجل أمنك عليها، فكيف خنتها إذا أنت عندك هذا الاحتياط وهذا التدين؟ ثم هذا الرجل ذهب معه في السنة القادمة وذهب إلى الإمام عليه السلام، وعند ذلك أصبح من الموالين. على كل حال، أمور كثيرة لا أستطيع بهذه العجالة أن أتعرض لها، وإنما أختم حديثي بوصية الإمام عليه السلام. من وصايا الإمام عليه السلام لكل شيعته: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة. الإمام يوصي شيعته بالتقوى، وأن تكون الحاكم وأن يكون الحاكم بينهم الأخوة، وكونوا إخوة بررة، متحابين في الله، متواصلين، متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وحيوه، يعني دائما وأبدا كونوا زوروا بعضكم البعض. هذه زيارة المؤمنين لبعضهم البعض يا أخوان إلى أهمية كبرى ولها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. مع الأسف نحن بهالبلد كأننا أصبحنا أجانب عن هذا الدين. ثم يقول عليه السلام: لئن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من أن أعتق 1000 نسمة وأحمل في سبيل الله على 1000 فرس مسرجة ملجمة. طبعا قضاء حاجة المؤمن أيها الإخوة والأخوات هي باب الجنة الواسع، يعني إذا بكن تدخل الجنة من باب واسع فليس هناك أحسن وأعظم من قضاء حوائج المحتاجين. هذه أنا يعني عندي خبرة لدراستي ومطالعتي لحياة العرفاء كلهم، ما في شيء بيركزوا عليه كما يركزون على قضاء حوائج الفقراء والمساكين. يعني أحسن وأعظم وأوسع باب يدخل الإنسان منه إلى الجنة هو باب الفقراء والمساكين وقضاء الحوائج. فالإمام عليه السلام يقول: لأن أمشي في حاجة أخ مسلم أحب إلي من أعتق 1000 نسمة وأن أسرج 1000 فرس في سبيل الله. شوفوا قديش في عظمة هذا. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام جاءه رجل وكان معتكف في المسجد الحرام، تعرفوا أنه الاعتكاف لازم يبقى 3 أيام ما يطلع من المسجد. فجاء رجل وطلب منه حاجة، فجاء الإمام ولبس نعليه وأراد الخروج، فقال له أحد أصحابه: ابن رسول الله أنت معتكف، يعني أنت في عمل، هذا العمل أنه ما فيك تطلع من المسجد.
فقال إن قضاء حاجة المؤمن فيها أجر أكبر بكثير من هذا الاعتكاف، فترك الاعتكاف وخرج الإمام الحسن عليه السلام من أجل قضاء ذلك الأخ المؤمن وذلك الأخ المسلم. ثم يقول: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. أرجو أن تتوجهوا لهذه العبارة، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين، يعني ما تخصوا أن هذا مخاص بالشيخ، لا، المشايخ وكل من هو شيعي، كل من هو محب لأهل البيت، هذه وصية الإمام له. الإمام ما وصل لصنف خاص من الشيعة، لا أبدا، كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شو يقول الإمام؟ كونوا دعاة لنا صامتين، يعني كون دعوتكم لمذهب أهل البيت بالصمت. وهل يمكن أن تكون دعوة بالصمت؟ كيف أنت بدك تدعي وأنت صامت؟ اسمعوا الفلسفة واسمعوا ماذا يعني الإمام بهذه العبارة. فقالوا له أصحابه وتعجبوا: وهل يمكن لنا أن نكون دعاة صامتين؟ كيف بدنا ندعي ونحن صامتين؟ فقال عليه السلام بعد أن استغرب أصحابه وقالوا: كيف ندعو إلى الله ونحن صامتون؟ فقال: تعملون بما أمرناكم، تعملوا تعاليمنا، بتحققوها وبتطبقوها على الأرض. مجرد أن تطبقوا هذه التعاليم، هذه أعظم دعوة. تعملون بما أمرناكم به من طاعة الله، وتعلمون الناس أو وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فعادوا إليه. وقت بيكون الإنسان صادق، وقت بيكون الإنسان بار، وقت بيكون آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، يعني يحقق ويطبق تعاليم أهل البيت بحذافيرها، ما بده دعوة، نفس عمله هو هذا الدعوة. ولذلك أيها الأخوة والأخوات، كثير من الناس يدعو ولكن لا قيمة لدعوته. هلا واحد بيروح إلى طبيب نفساني، مع الأسف كثير بيروحوا إلى أطباء نفسانيين، بيروحوا بيلاقوا المكتب تبعه معفلك، فنكش، غير مرتب، غير منظم. طيب هذا عالم نفساني وطبيعته بهالشكل، هذا بده يعلم الناس، هذا بده من يعلمه. واقع واحد بيروح إلى طبيب يقول له: أنت عم تشرب دخان، الدخان بضرك، شوي بيكون عم يشرب سيجار. طيب كيف بدك تنهي الناس أنت وأنت لا ولا تؤمن بهذا ولا تعمل به؟ فهذا أصلا ما إله قيمة، بفوت كلامه من هون بيطلع من هون. أما اللي بده يكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون داعي بعمله مش بقوله، عمله هو يعمل هذا العمل، نفس العمل هو أكبر دعوة. هكذا يعلمون الأئمة عليهم السلام، ما بدون أنه واحد يدعي لهم بالحكي بس، لا، بالعمل. لذلك أحد العلماء جاءه مولى من الموالي وقال له: إن فلان يصلي وراءك وهو مولاي، أرجوك أنك تتكلم معه لعله يعتقني. فأخذ هذا العالم يؤخر المسألة، يؤخر إلى سنة. بعد ذلك قال له مولانا: لنا سنة. قال: إن شاء الله قريبا. فبعد سنة تكلم مع مولاه بأن يعتقه، فقام المولى واعتقه. فجاء هذا المعتق إلى هذا العالم وسأله، قال له: إلي سنة أنا بتردد عليك وبطلب منك، ليش لأخرت لسنة؟ قال: لأنه ما كان عندي مال حتى أعتق، فجمعت مال واشتريت رجلا ومولا وأعتقته، ثم طلبت منه أن يعتق. شوفوا، بده يكون الإنسان هو يطبق التعاليم اللي يأمر فيها حتى يكون إلها أثر، وأما إذا ما كان يطبقها ما إلها أثر. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، كثير من الناس بيتكلموا كلام مثل ما عم بقول لكم، بفوتوا هون بيطلعوا من هون. أما واحد بيتكلم كلمة تشوفها تأثر قلبك فيها، ليش؟ لأنه هو يعمل بها، هو يطبقها، فإذا كان يطبقها عند ذلك تؤثر كلمته.
وهكذا الأئمة عليه السلام يريد منا أن يكون كلامنا مؤثر وأن نكون عاملين بتعاليمهم قبل أن نأمر الآخرين بالعمل بها. أجركم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.